شيع أبناء توالب في بلاد الروس عثمان الشهيد البطل حفظ الله محمود الفقيه الذي ارتقى إلى ربه شهيدا في جبهة نهم أثناء تأديته الواجب الوطني دفاعا عن أرضه. الشهيد حفظ الله محمود الفقيه مصير إلى الخلود، ورجل يقتدى به في الدفاع عن الوطن، الأرض والإنسان، وليس غريبا على منطقة توالب في بلاد الروس، فقد دفعت بالكثير من شبابها إلى جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن سيادة الوطن واستقلاله. نال الشهيد ما تمناه. الشهيد هو من أبطال الحرس الجمهوري الخاص، وهو كان من أحد أفراد الحراسة في قناة اليمن اليوم، وهو اليوم نال الشهادة، نال ما تمناه، بحث عنها زحفا وسار إليها سيرا في كل المواقع القتالية ونال الشهادة، فهنيئا له الشهادة، ونقول لا زالت في جعبتنا المزيد إن شاء الله. نضحي لأجل هذا الوطن، ونضحي على لجان الزعيم علي عبد الله الصالح، وعلى شان وطننا، ولله وللشعب، ولا نامت أعين جبنا. لن تفنينا لو بذلنا الواحد تلو الآخر، وأن النصر قادم ولا محالة. ونقول لكل عميل المرتزقة أن يرجع إلى وعيه، ما لم فالرد قاسي وبالروح بالدم بالدم يا يمن، بالروح بالدم. جموع تقدمها الكثير من زملاء وأقرباء ومحبي الشهيد الذين أكدوا مواصلة النضال ضد أي قوى غازية تحاول العبث بمقدرات الشعب اليمني ومكتسباته، وكذلك السير على درب الشهداء من أبطال اليمن الميامين. نقول لا لسعود ومن ساعدهم بأن نحن لهم بالمرصاد، وأن نحن مع علي عبد الله صالح لو ما ننهى من الوطن، لو ما ننهى من البلاد. رحم الله الشهيد قدم اغلى ما يبذل، واحنا ونحن سنلحق بعده ان شاء الله مجاهدين دفاعا لهذا الوطن ودفاعا للزعيم حفظه الله ورعاه. اضحى بنفسي من اجل هذا الوطن ومن اجل الزعيم علي عبد الله صالح، ونحن على دربه لسائر ان شاء الله، ولا نامت على الجبناء. إرادة لا يملكها إلا الشجعان الذين حملوا أرواحهم على أكفهم في سبيل الوطن والتصدي للطغاة والمستكبرين، ولتكتب أسماء الشهداء في سجل الخالدين. أكرم سران، اليمن اليوم.